ينضم إلينا من رام الله أيضا الكاتب والباحث السياسي السيد ساري عرابي. سيد ساري، أكثر من فيديو بالحقيقة، فيديوهان لنفس الأسير، التكتيك التي تستخدمه المقاومة، لماذا نفس الأسير؟ يعني الحقيقة هناك أكثر من رسالة، في أولا في تكرار رسالة هذا الأسير، وثانيا في كون هذه الرسالة من سرايا القدس. أولا التكتيك بعرض رسائل الأسير بنحو متقطع هو طبعا بهدف أولا توفير مادة يمكن استثمارها في أكثر من وقت بيد المقاومة الفلسطينية، وثانيا بتوفير أدوات الزخم والتأثير المتكرر على الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي هذه الرسالة تضمنت رسالة أكثر كثافة من الرسالة الماضية للأسير نفسه. طبعا يضاف إلى ذلك في الحقيقة، بالإضافة إلى أنه قصد سرايا القدس من هذه الرسالة هو التأثير على المجتمع الإسرائيلي، وواضح تماما من هذه الرسالة على وجه التحديد التأثير على المجتمع الحريدي ممثلا بحركة شاس على وجه التحديد، والتي تتبنى وجهات نظر فيما يتعلق بالإنسان اليهودي وقيمة الإنسان اليهودي في الحروب والمعارك، ربما تكون مختلفة عن بنيامين نتنياهو أو حتى عن التيار الديني القومي الممثل بأحزاب الصهيونية الدينية والعظمة اليهودية، حيث هناك الحقيقة استشهاد بمقولات من التوراة ومقولات الحقيقة تتبناها أصلا حركة شا، ويتبناها الحاخام الأكبر لهذه الحركة السابق وفادي يوسف، الذي تعد هذه الحركة من أبنائه الروحيين، ويعد هو مرجعيتهم الدينية والفكرية والروحية بأنه لا يوجد شيء يعادل إنقاذ إنسان يهودي، وأنه يمكن فعل الكثير وتقديم التنازلات حتى ذات الطابع الديني كما هو مذكور في هذه الرسالة من أجل استعادة الإنسان اليهودي. وبالتالي هذا خطاب مباشر في الحقيقة لأرائيل درعي زعيم حركة شاس في هذا الوقت على وجه التحديد، وبالتالي نحن نتحدث عن جمهور محدد، نتحدث طيب. أن هذا الجمهور له وزن وتأثير كبير في حكومة بنيامين نتنياهو، هذه النقطة. بالتالي هل سيكون التأثير مختلف عن المرات السابقة؟ في الفيديوهات السابقة كانت هنالك دعوات للمجتمع الإسرائيلي، للإسرائيليين للتظاهر، للخروج والتظاهر. هذه الرسالة أكثر دقة، موجهة كما ذكرت لمجتمع بعينه أو فئة بعينها، بالتالي هل ستكون تأثيرات هذه الرسالة مختلفة سيد ساري بتقديرك؟ يعني أولا هي لا شك أن الرسالة ذكية بأنها توجهت إلى هذا المجتمع على وجه الخصوص، وهذا المجتمع على وجه الخصوص لديه قضاياه الخاصة عموما، ولديه أزمته الخاصة في هذا الوقت على وجه التحديد فيما يتعلق بقانون تجنيد الحريديم، وبالتالي تأتي هذه الرسالة لتعزز القضايا الخاصة بالنسبة لهذا المجتمع الذي لديه حضور ونفوذ في حكومة بنيامين نتنياهو. هذه الحكومة تقوم تقريبا على 3 تحالفات كبرى مع مجتمعات الحريديم ومع التيار الديني القومي ومع الصهيونية العلمانية التقليدية الممثلة بحزب الليكود على وجه التحديد، وبالتالي قضية الحريديم ومطالب الحريديم على وجه التحديد هي قضية مهمة جدا، وينبغي أن يراعيها بنيامين نتنياهو إذا أراد أن يحافظ على تماسك هذا الائتلاف واستمرار هذا الائتلاف. ولكن في الحقيقة هذه الرسالة تزيد هذا المجتمع وتزيد حركة شاس في الحقيقة عبء وحرج، لأنه يخاطبهم باللغة التي يفهمونها، ويخاطبهم بالمقولات والشعارات والنصوص التي يفهمونها ويدعونها ويضغطون بها، ويجعلونها سبب لتمايزهم الخاص داخل المجتمع الإسرائيلي. لا نعلم حتى الآن كيف سيكون لهذه الرسالة مفاعيل سواء على المجتمع الإسرائيلي العام أو على حكومة بنيامين نتنياهو أو حركة شاس أو مجتمع الحريديم بشكل أو بآخر، ولكن في الحقيقة التنويع في تقديم هذه الرسائل سواء من خلال هذه اللغة الجديدة من خلال هذا الأسير الذي يبدو أنه ينتمي لهذا المجتمع، أو تكرار الرسائل، أو أن تقوم سرايا القدس هذه المرة بعدما كانت كتائب القسام خلال فترة طويلة التي تقدم مثل هذه الرسائل، هذا في الحقيقة أمر مهم جدا. الذي نستطيع أن نقوله على هذا الصعيد أن المقاومة نجحت في أمر، لا نقول أن المقاومة نجحت في أن تجعل هذه القضية حاسمة أو ذات يعني موقف جذري وضروري في التأثير على القرار الإسرائيلي، ولكنها نجحت أن تجعل هذه القضية حاضرة باستمرار في الأجندة الإسرائيلية وفي النقاش الإسرائيلي على وجه التحديد، بمعنى أن حكومة بنيامين نتنياهو وربما كل المؤسسة الإسرائيلية في المرحلة الأولى من الحرب على قطاع غزة أرادوا أن يطمسوا هذا الملف وأن يتعاملوا مع ملف الأسرى الإسرائيليين بوصفه ثمنا من المقبول والمعقول أن يدفع في حرب توصف أنها حرب وجودية ومصيرية وضرورية، وأن الأسرى الذين يقتلون كالجنود الذين يقتلون في المعركة. الذي أفشل جهود بنيامين نتنياهو في طمس هذا الملف وفي إخراجه من التداول السياسي وأن يكون له حضور في النقاش الداخلي هو المقاومة الفلسطينية وليس أي أحد آخر. قدرة المقاومة على التمسك بالأسرى، قدرة المقاومة حتى على التماسك والوقوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وقدرة المقاومة على إيصال الرسائل الذكية
بطرق متعددة ومتنوعة للتأثير على الإسرائيلي، وبالتالي ليس أدل من أن هذا الملف في الحقيقة هو في محل استقطاب وسجال وانقسام حتى داخل المؤسسة الإسرائيلية. أن جالنت نفسه وزير الحرب الإسرائيلي السابق ذكر مجموعة من الأسباب دفعت بنيامين نتنياهو لإقالته، من أهم هذه الأسباب ملف الأسرى، إعطاء أولوية لاستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي المقاومة تتمكن من استعادة هذا الملف، من استعادة زخم هذا الملف، من فرضه من جديد على الأجندة الإسرائيلية. وليس بالضرورة أن تتمكن طبعا من أن تجعل هذا الملف حاسم بالنسبة للنقاش الإسرائيلي الداخلي وبالنسبة لاتخاذ القرارات في المؤسسة الإسرائيلية. سيد ساري، من حيث التوقيت كيف ترى هذا الفيديو من حيث توقيته في هذه الظروف؟ يعني نحن نتحدث عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن الأمر مستبعد فيما يتعلق بقطاع غزة، إدارة أمريكية جديدة، كل ذلك. هذا الفيديو كيف، أين يصب؟ حقيقة هناك أكثر من نقطة متعلقة في هذا التوقيت. ربما في أوقات سابقة كانت رسائل المقاومة متعلقة بمحاولة التأثير على القرار الإسرائيلي وعلى الشارع الإسرائيلي من خلال الرسائل المضطردة، لكن بالفعل يأتي هذا الفيديو من سرايا القدس على وجه الخصوص ويأتي في هذا التوقيت. هناك عدة عناصر متعلقة في التوقيت. بعد هذه العناصر ذكرها الإسرائيلي نفسه حينما ذكر أن بنيامين نتنياهو هرب من الحرب في لبنان، من الحرب في قطاع غزة إلى الحرب في لبنان، وبالتالي ثمت حضور في الحقيقة للهروب الإسرائيلي إلى لبنان وتوفير غطاء حربي جديد في الحقيقة يوفر لبنيامين نتنياهو الفرصة والقدرة على التغافل عن الأسرى الإسرائيليين أو تناسي الأسرى أو جعل هؤلاء الأسرى أمام مصير مجهول أو ربما حتى الضياع والفقد. وبالتالي هذا الأسير الآن يربط طبعا من خلال هذه الرسالة التي تبثها سرايا القدس ما بين الحرب على لبنان وما بين مصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا بشكل أو بآخر حتى يعيد الربط بين مجمل الجبهات الموجودة في هذه اللحظة، لأن جزء أساسي من الحرب على لبنان هو كان يهدف إلى فتح مسار حربي جديد يتيح لبنيامين نتنياهو الاستمرار في هذه الحرب، وهي حرب قد تتعرض لنكسة من وجهة نظر بنيامين نتنياهو في حال لو مضى بإنجاز صفقة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. أيضا من ضمن الرسائل في التوقيت، العناصر المتعلقة بالتوقيت على وجه التحديد، أن هذه الرسالة تأتي في ظل توحش إسرائيل متجدد في الحقيقة، ولا سيما في الهجمة الإسرائيلية الجديدة المستمرة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وهي المقاومة الفلسطينية في هذا الوقت تظهر أمرين اثنين: أولا قدرة باسلة على المقاومة في ظرف مستحيل وفي ظل إبادة جماعية كما هو يظهر في أداء المقاومة الفلسطينية في جباليا أو في بيت لاهيا أو في مناطق أخرى في شمالي قطاع غزة، وأيضا تظهر المقاومة قدرتها على الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين وإشعار الإسرائيلي أن هناك فرصة لإنجاز صفقة، ولكن هذه الحرب المتجددة وهذا الإجرام المتجدد هو الذي يعني يعرض هذه الفرصة للخطر.